وقته هو وقته. تعالي بس. يوه مش تعرف انا زعلانه منين الاول؟ انا هنعرف. بقول لك ايه، اما كنتش تقعد تسمعني وتعرف انا زعلانه منين مالكش قاعده معايا. ما تسمع كلامها يا حسن. جننتي؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ عايزاك بعدين. لا دلوقتي مش هينفع. مش هينفع ليه؟ روح شوف عايزاه يا حسن. قدامي قدامي تخوني رضع الواد. كلم من بدري. نايميه. استحمى ونام يا حسن. يعني ايه يا ريتال؟ يعني هي قفلت في دماغي النهارده يا حسن. مش هسيبك يعني مش هسيبك. ريتال ما تخليش دماغي تقفل عليك. ايه مالك في ايه؟ ما تمسك نفسك شويه. امال لو كانت ست بجد كنت عملت ايه؟ ست؟ لا انا من ناحيه ست فانا ست الستة. ولا ايه يا حسن؟ صلى على النبي. ولا ايه يا حسن؟ اتلمي، ده انت فردت شبشب على عشم رجلي. هقول ايه غير الضراير؟ لازم تقولي كده. انا فاهمه معدتك لافه على بعضها وسرانك لعور عمال يحمي ويبرد زي بابور الجاز. ضراير؟ ضراير ايه يا مزيته انت؟ انت يا بنت هتعملي راسك براسي ولا ايه؟ يا ريتها خف شويه مش كده. سيبها يا حسن. قولي انا عايزاكي تقول اكتر. اقول لك انا عايزاكي تجيبي اخرك عشان نارك تبرد. ما تاخدش في بالك انا مش زعلانه يا حسن. عاجله. عارفه انا هعمل فيكي ايه؟ هعلقك من رموشي. رموش عيني؟ انت واخده بالك انهم احلى حاجه في؟ اقسم بالله العظيم لو ما اتلميتي لطلع زمرت رقبتك في ايدي. خلاص يا ريتال. سامعاني ولا لا؟ ريتال هاجي معاكي. قلت لك خلاص. طب يمين ثلاثه لو رحت معاها يا حسن ما انت مجرب لي تاني. خلاص مفيده هديها المره دي. وحياه اللي خلقك ان ما كنت تديها بالشبشب على بقها البت دي لاكون واخده عبد الله وماشيه ومش هتشوف لي طريق. جرايا مرات وهي هو انا مش بلعنكم. هقول ايه؟ ما انا غلبانه ماليش ظهر. تعملوا فيا اللي انتوا عايزينه. بس انا ليه يا رب؟ هو لا ياخد لي حقي. خد لي حقي يا رب. يا رب خد لي حقي. البت دي تتربى. حاضر. وقدامي. عيني. ولازم تعرف ان انا ستها. وطاج راسها كمان. ايوه كده. يلا تعالى. اتفضل. حسن! ايه؟ حسن! ماشي يا ابن جبرية. ماشي. عملت لك كم حمامك ده عشان تفطر؟ هفطر حمام يا مفيدة؟ أيوة أمال إيه؟ أنت بتشجى وتتعب، لازم تتغذى زين. تليفونك كان عمال يرن. كنت عامله سايلنت. صامت يعني يا مفيدة. طيب ما تشوف مين؟ الشمس كلمتني كتير. ربي يكون خير. أيوة يا شمس، خير؟ في حاجة؟ والله انا كنت عايز اعمل كده من غير ما تقول. طبعا هجيبه عشان تشوفه، ولو اني كان نفسي هي اللي تيجي وترجع البيت تاني، بس كل حاجه تتحل قريب ان شاء الله. ماشي يا شمس، مع السلامه. على فين؟ امي عايزه اشوف عبد الله. طب والحمام؟ خليل الليل. ريتال هتسيبك تلاقيها ده بحالك بطة. بس يا انا يا هي. صباحها مباركة يا عريس. الله يحفظك. على فين؟ امي كانت عايزة تشوف عبد الله. ماشي، خد لك دش كده وروق نفسك وبعدين نبقى نشوف. ما انا كنت هعمل كده. بس هو مين قال لك بقى ان انا هدي عبد الله لامك؟ يعني ايه؟ يعني مش هبقى مستريحة. قلبي مش هيطاوعني. اقول لك على حاجه، اديها عبد الحكيم على الاقل هيبقى حنان على قلبها. ريتال يا حبيبتي انت بنت اصول. ادي عبد الله الحسن يوديه الكبريه
ما هي برضه يا بنتي جدته ولازم تشوفه. لا يا كريم، انت نسيتي عملت ايه فريده؟ اخسى عليك يا ريتال، انت برضه بتصدقي الكلام الفارغ ده؟ دي جبريه، دي نسمه. نسمه قولي لها يا حماتي. ما انا بقول لها اهو. طب بقول لك ايه رايك يا حسن لو خدت ريتال وعبد الله ورحتوا لجبريه؟ لا لا لا، تيجي فين؟ هي خليها مستريحه وانا هاخده نص ساعه واجي على طول. ايه ده يا حسن؟ هي جبريه قالت لك ما تجيبش ريتال؟ شفتي؟ عشان تصدقيني. ما جلتش حاجه والله، انا بس مش عايز مشاكل يا حماتي. واحنا يا ابني اللي بنعمل المشاكل؟ لا لا، عيب عليك كده، هزعل منك يا حسن. طب بقول لك ايه؟ ايه رايك لو انا خدت عبد الله وجيت معاك عند جبريه؟